السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم فيديو جديد للعبتنا في تحدي الملوك اللي نلعبها يعني بشخصياتنا اللي هي ابو داحم وايت تي ما ادري شو مسمي نفسي. طبعا الشخصيه احنا مستمرين فيها وقاعد نلعبها شوي شوي، فيها اغراض، فيها اكتشفت الاشياء جديده، يعني انك تقدر تطلع القاده بسهوله، وهي الحركه اللي راح نسويها انك بس تسجل دخولك ولعب اللعبه. فهذه محاولة لنا أن نطلع قادة زيادة، نطور قادتنا، وطلعنا صلاح الدين زيادة، فهذا راح يرفع القوة عندنا. طبعا احنا واصلين بالقوة 3.5 ملايين، طلع لي هذه علامة تحديد القادة ما كنت شايفها أنا من قبل، إذا كانت موجودة علموني فيها إذا ما انتبهت لها. طلعت لي كذا قاد، وعندي بارتولي تقدر تطور، وهذا التعزيز مالها نقدر نطورها، صارت دبل في البونس مالها، البرف اللي تعطيه وقوتها 330,000 الحالة 330,000. أنا قوة مملكتي كلها قلعة المملكة صارت، ها قريتي كلها قوتها 3.5 ملايين، هذه 300,000 منها. فالرياجيل اللي فوق كم قوتهم يعني. واكتشفت لي شغلة يا شباب، الثعلب هذا الكلب اللي حطيناه وانت كرامة طلع هو الأساس مال الفلوس، مشان طلع أصلا قادة. ما أدري شلون ربطوا السالفة هذه في القادة يعني، لأن إذا طورت الكلب وقاعد تتلفل كل شوي يعطيك بطاقة عشان تفتح لك قائد جديد، يعني كل 5 لفلات بعد يعطيك بطاقة ذهبية، شيء يعني ما يتطوف الصراحة، قاعد تركز عليه. طبعا عندي نظام الغش قوي حيل في اللعبة، فقدرت استخدم الحركات هذه، انك لازم تحمي الكلب الجرو، بس ايضا ان في اخطاء نقدر نغلطها احنا، شيء طبيعي يعني، حتى لو ان كنا خبره في الالعاب هذه، لكن في اخطاء نقدر نخطيها، ان مرات ننساه ان يخليه يتسبح بنفسه. فاذا كنت قاعد تلعب اللعبه هذه حاول انك تحرص على الجرو انت كرامه، ان اذا قدرت تحصل عليه راح يعطيك لفلات ويعطيك خبرات عاليه. وصلت فيها أنا للمرحلة 30 اللي هي كانت المرحلة شوي صعبة، لكن أكيد بالخبرة يعني قدرنا نفوز عليه. الهدف منك إنك تقدر تحط الدائرة، إنك حط دائرة حول النحل، خلية النحل، تحط لك دائرة حول الجرو بحيث إنه ما يقدر يطير، ما يقدر يتحرك، وحاول إنك تثبتهم بشغلة إنه عشان تمنع إنه النحل يدزون الحد مالك هذا اللي حاطه للخارج. طبعا اليوم داش عادانا ومتحمس قايل وينك يا جوكر، انا تقاضى منك ابوريك. يوم دشيت اللعبه وفتحت الخريطه كان اشوف ان والله الربع ماكلينه طلع برا الجوكر، فللاسف يعني انا كنت متحمس على معركه لكن ما اعطوني اياها، فحطيت الحر الله وكيلك في الدببه اللي برا، وحطيت هجمت عليهم بالجيش اللي عندي، حاط لي جيش 80,000، اخر شيء طلعت ما اقدر ادز منه الا 10,000 من 12,000، ما ادري ايش السالفه في هذه المسيره، لازم القى لها حل. اللي يعرف سوالف المسيره يقدر يعلمنا، ادري بالتعليقات خلينا نعرف شلون نقدر نزيد المسيره، لان اخر مره جيت اتعبث في المسيره طردتني اللعبه، قالت انك قاعد تخربط في اللعبه. اكتشفت ان في شيء قال له عرين الاسد، الاسد اللي عندي اصلا اسمه اصلا قد يعني اسد يزيدك على يزيد سرعه جمع الخشب. ما ادري شلون يزيد سرعه جمع الخشب، الفكره اللي قاعد تطري على بالي ان لان الاسد قوي فيخوف الشعب انهم دير بالكم ترى اذا ما جمعتوا الاكل بسرعه والقمح والخشب والقمح بسرعه ترى راح اكلكم، فيشدون حيلهم يشتغلون بسرعه. الأسد هذا تقدر تلفله لمهارات معينة، ولازم ترفع مهارة المبنى تطويرة المبنى لليفل 14 عشان تقدر تطور مرة ثانية وتزيد تطويراتك، شيء أساسي مع أنه شيء جانبي. ما أدري شلون يقولكم أنه لازم أساس المملكة أنك تطوره، بس إذا ما طورته راح تروح عليك بفات. وظاهر أنه فيه تنشيط حقه هو نفسه، أنك تقدر تخليه أقوى من العادة، يجيب لك بفات أقوى، وظاهر أنه له قوة خاصة. وفي شغله شباب الحين يوم طورنا الاراضي طورنا المباني، قاعد اتعبث بتعرف على تلفيل الوحدات، شلون اقدر اطور وحداتي وشلون اقدر افتح وحدات جديده. لاحظ اني فتحت على الرماح المدرع، قاعد اشوفه قاعد تفتح النشاب، ابي اشوف شلون تطويرات. فنلاحظ ان جنود النشاب هذول الرماد يبي لهم تطويره، وفي عندي تخصص الرماد، هذه شنو؟ يبي لها 5,000 نقطة عشان تفتحها،
يبي لها تطوير جنود المجد عشان تفتح التركيز، يبي لها مستوى 20 ولا شنو هذا؟ فكأننا فتحنا عالم جديد مع ليفل 15، فتحنا عالم جديد على الخريطة على القلعة ما ندري عنه، كأن يعني المنطقة مستمرة في التطوير، فمو ليفل يعني وصلت ليفل 16 خلاص أوكي، لا لازم تطور جنودك، لازم ترقيهم، لازم ترفع مستواهم لين أنك توصل حق المرحلة اللي يعني تحس أنك أقوى واحد فيهم. بس في شغلة، ماكو فايدة أنك أنت أقوى واحد بس جيشك اللي تدز 10,000، لازم أنك أن عندك طريقة أنك تقدر ترسل جحافل مجحفلة. وصلت ببرج ميرلين للمرحلة 17 واكتشفت أن الصراحة المرحلة شوي صعبة. ليش؟ لأن الليفلات اللي فيها كأنه يبيلك تفكر، تقول هذا السيف لازم يطق النوعية المعينة من هذا، الخيالة يقدرون على السهام بس السهام يقدرون على المشاة، فترسم رسمتك أنت بنفسك، لدرجة أنه في المعركة في مرحلة 17 ما توقعت أنها مرحلة بعيدة يعني، لكن يبيلها تعب حتى المرحلة. أنا لعبت مرحلة واحدة في حلقة اليوم في التسجيل اليوم، لكن أتعبتني حتى وصلت مرحلة أنها كنا ما راح نقدر نفوز عليه. عشان كذا يقول لك يبيلها تكتيك زيادة. الحين صار قبل كنا نتفنتك ونقول إحنا أحسن ناس ونقدر نسوي كل شيء، بس إذا صعبت اللعبة تبين الحقيقة. عشان كذا دير بالكم إذا قاعد تلعبون أنتم المرحلة هذه، انتبهوا من تعلموا على شنو الأساليب طريقة اللعب الصحيحة. وهو طبعا أكيد ما راح نخسر يعني، لأن يعني نلعب بشخصيتنا أبو داحم ما يخسر معك، أنتم تعرفون أنتم في متابعة جميع السلاسل في القناة، فعشان كذي يعني قدرت أتغلب عليه، بس ما تغلبت عليه بسهولة، اضطريت إني خسر مدينة قلعة عشان أقدر أضربه في القلاع الخلفية وأقدر أكسره. عشان كذي أقول لك انتبه على المرحلة 17، خصوصا مرحلة 17 حسيت الخطر. مو قلت لكم حسيت يعني اني قوي واني اقدر اتغلب عليهم، فرحت ادور على الوحوش. الحين طقينا هذاك بجنودنا قررنا نتغلب عليه، فنبي نطق لنا وحش مستوى عالي، نطق لنا مخيمات من هذولا. فدشينا شيكنا على خيمة الغجر 600 جندي، هذولا ما يودون، تحس انك تقدر تكسرهم بسهولة. فعشان كذا نبي لنا عدو كبير، بحثت عن معسكر بنفس مستواي عشان اشوف اقدر اغلبه ولا لا. يوم فتحت على المعسكر لقيت ان جنودهم بالالاف، 11 12 19 ما ادري كم، هون ما نقدر نطلع جيشنا كامل عليه، فما راح نقدر نتغلب عليه. عادي نروح ندور لنا واحد ثاني، ما نقصت لي كذا ليفل، خلينا نشوف هذول نقدر عليهم. معسكر القراصنة اللي جيكنا عليه والله كنا 9000 لا دور لك ليفل واحد طقه اخذ اللوت كله وور العالم شلون ايش تسوي فيه. فجيت حق مخبأ اللصوص ليفل 3 ما عليها احد، وقت الحشد 5 دقائق صدمني، طقيت حشد ودزيت جنود عليه. يوم دزيت الجنود انا ما توقعت هذا كان شيء، كانت مفاجاه ايجابيه الصراحه، انه يوم اني ارسل جنودي بعد فتره لا والله فلان في زعلك ها صاحين الشباب اللي بيانا بالكلان شلون كذي؟ شيء إيجاب إنك أرسلت لك جيش، حتى مع إن ما نحتاج فزع يعني لو ندازين جيشنا الحالة أسرع، لكن فيها طعم فزع، مع إن فزعتهم يعني ترى 1000 جندي مو دازين مليون جندي، مو دازين كثر الجنود اللي دازم أنا، لكن حلو إنك تحس إنك مو قاعد تلعب لحالك، عرفت؟ خصوصا بالألعاب هذه الألعاب الاجتماعية. المشكلة إن اللاعبين ما يسولفون حتى في الشات، يعني أشوف الشات العام حي بس شات ربعنا الجروب اللي عندنا الرسائل اللي عندنا ميت ما حد يسول. فالظاهر يبيلنا تحالف نفس الناس. فيوم وصلنا على معسكرهم عقب ما جمعنا جنودنا وريحنا وحشدنا مع بعض، أرسلنا جنودنا على القلعة على مخبأ اللصوص هذا. يوم وصلنا له طلع التقرير يعني خسرنا 14 تازين جاء 25,000 واخر شيء خسرنا 14 جندي. يعني اما ان فزعتهم ما لها حاجه ولا ان الهجوم اصلا كله ما له داعي،
أعطاني ميزات إنك ترى كنت فعال اليوم، بس هذا حد يعني ما في لوت يسوى حتى. عشان كذي يعني قعدت أطور أنا في مدينتي، قلت خلني أطور سعة المسيرة. هذه اللي اكتشفت أنا إنك تقدر تطور سعة المسيرة، ولكن يوم طقيتها حاولت أطورها حصل لي كراش داخل السيستم ووقفت أنا التسجيل، وقلت نخليها تسجيل للحلقة الجاية. أشكركم شباب على المتابعة، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا في حلقة اليوم، وإن شاء الله عاد دزوا رسالة إذا كنتوا تلعبون وياي. ترى أنا بالعالم 64، فدزوا الرسالة إذا كنتوا تلعبون. أشكركم على المتابعة، إن شاء الله نشوفكم بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.